السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم حديث المساء الذي يطلع عليكم يوميا وفيه أهم مجريات إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى الضيوف والتقارير التي تفيد المشاهد بإذن الله. حياكم الله وإليكم أهم العناوين. سد الرفيصة لوحة فنية تراثية. السعادة وأهميتها عند الفرد. مؤسسة حياكم جروب للتراثيات أول مؤسسة وطنية تهتم بالتراث. إذن أعزائي المشاهدين أطلعناكم على عناوين حلقتنا اليوم، ويمكنكم متابعة الحلقة عن طريق منصة وتطبيق مرايا التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية، وذلك عن طريق مسح الرمز التعريفي الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني أو على منصات أجهزة التلفاز الذكية. وكما تعودنا أعزائي المشاهدين في برنامج حديث المساء نستهل حلقتنا بالأخبار المحلية لإمارة الشارقة والمنطقة الشرقية. وأولى العناوين، 25 يناير مناسبة تسطر مسيرة الشارقة الحافلة بالإنجازات. أفاد سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري أن حلول الذكرى 51 لتولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقاليد الحكم في إمارة الشارقة تمثل مناسبة مهمة تشهدها الشارقة، وهي تمضي في مسيرتها الحافلة بالإنجازات لتعرب عن مشاعر الفخر والحب المتبادل بين حاكم الشارقة والمجتمع في هذه الأرض المعطاءة، وترسخ صورة الشارقة المشرقة خيرا وعطاء في أرجاء المعمورة كافة. وهنأ السويدي صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه الذكرى التي تمثل فرحة في قلوب الجميع في ظل ما تزهو بها الشارقة من إنجازات عديدة شملت النواحي الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والبنى التحتية والثقافية والفنية والتراثية وغيرها الكثير. وأوضح في هذه المناسبة الغالية أنها تشكل مساحة استثنائية للتعبير عن الجميل الكبير الذي يحمله أبناء الشارقة لسموه على كل ما قدمه ويقدمه من عطاءات ومكارم واسعة جعلت من الشارقة أرض السعادة والإنجازات والرخاء. اللواء الشامسي يشهد ختام بطولة القائد العام للدراجات الهوائية. شهد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة صباح الأربعاء ختام بطولة القائد العام للدراجة الهوائية بنسختها الثالثة، والتي أقيمت على طريق الشارقة نزوة لمسافة 40 كيلومترا، وبتنظيم من قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وبمشاركة 31 متسابقا من مختلف إدارة القيادة. وحضر البطولة المقدم محمد بطل هاجري نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وعدد من المدربين والإداريين بنادي شرطة الشارقة. وعنوان آخر، عبد العزيز المسلم يلتقي مديرة إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية. التقى سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث مؤخرا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة سعادة المستشارة سعاد السائحي مديرة إدارة الثقافة في الأمانة العامة للجامعة. وتضمن اللقاء مناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفاء بالدورة الجديدة ليوم إحياء التراث الثقافي العربي،
والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث على مدى يومي 26 و27 من فبراير الجاري في القاهرة. وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آفاق التعاون المتبادل وبناء شراكة معرفية نوعية ونقل الخبرات وأفضل الممارسات الثقافية. شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية. أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية المدارية التي تشهدها الإمارة في هذه الأيام، وذلك بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة. وعملت القيادة العامة لشرطة الشارقة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية المتمثلة في توزيع الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية وفقا لمقتضيات الحالة الجوية والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في تعزيز السلامة المرورية على الطرق. الشارقة للعمل التطوعي تستقبل 182 ملفا مشاركا بدورتها 20. تسلمت جائزة الشارقة للعمل التطوعي 182 ملفا للمشاركة في جائزتها للدورة 20 التي استمرت من شهر نوفمبر 2022 حتى 8 يناير الجاري. وتستمر الجائزة في تلقي طلبات الترشيح لفئة الطلبة المتطوعين من طلبة الجامعات وطلبة المدارس نجوم تطوع حتى 15 من فبراير من العام الجاري. وبدأت اللجنة المختصة في عملية الفرز ومراجعة الملفات المقدمة وفق الشروط والأحكام الخاصة بكل فئة ومجال، واستعدادا للانتقال إلى مرحلة التقييم من قبل لجنة التحكيم التي تضم نخبة من ذوي الكفاءة والخبرة. اجتماعية الشارقة تطلق برامج تأهيلية لقيادة الدائرة. أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة برنامجا متكاملا لتدريب وتأهيل وإعداد الصف الثاني والثالث من القيادات في الدائرة، وذلك ل35 مديرا و70 رئيسا للقسم، ومدة تنفيذ البرامج 10 أسابيع مقسمة بين المديرين ورؤساء الأقسام عبر سلسلة من المراحل التدريبية والتأهيلية التي تمتد حتى 21 من سبتمبر المقبل. وقالت سمية الحسني مدير إدارة الموارد البشرية بالدائرة أطلق البرنامج تحت شعار التطوير القيادي وإعداد قيادات المستقبل في نسختها الأولى، وبالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال التأهيل والتنمية وتطوير الموارد. إذن أعزائي المشاهدين، كانت هذه جملة الأخبار المحلية لليوم، وتعرفنا على الأخبار المحلية في إمارة الشارقة والمنطقة الشرقية. ومستمرين في برنامج حديث المساء، وننتقل إلى خرفكان، إذ تعد مدينة خرفكان وجهة سياحية وترفيهية تهدف إلى ترسيخ الفن المعماري التراثي القديم الذي نجد تصميماته مستوحاة من الطبيعة والبيئة الجاذبة للسياح. نتعرف أكثر إلى سد الرفيصة في مدينة خرفكان ولنا عودة. لوحات فنية وتراثية نراها في تصميم استراحة سد الرفيصة بمدينة خرفكان التي دمجت بين الطابعين التقليدي والعصري لتكون عامل جذب للمواطنين والمقيمين والزوار. تعتبر استراحة سد الرفيصة أفضل ملاذ للذين يبحثون عن الطابع التراثي الأصيل، حيث يتميز السد بتصميم ولمسات تقليدية تعبر عن مدى تطور المؤسسات التنموية في هذه المنطقة.
يتمتع صد الرفيصة بموقعه التراثي والشعبي وترفيهي في المنطقة الشرقية وسط الجبال الشاهقة والطبيعة الخلابة ذات الطابع التراثي والخدمات العصرية، حيث تتوفر كافة المرافق والمطاعم المتنوعة، حيث باتت الاستراحة اليوم وجهة تراثية وترفيهية يقضي خلالها الزائر أوقاتا من البهجة والترفيه والسياحة. إذن هي أماكن سياحية ومرافق أخدمية في إمارة الشارقة وسد الرفيصة، إحدى هذه الوجهات التي بالفعل نراها مزدحمة بشكل دائم على مدار الأسبوع، وفيها كثير من الخدمات والمرافق التي بالفعل تغطي احتياجات زوار هذه المنطقة. إذن مستمرين أعزائي المشاهدين في برنامج حديث المساء، إذ نفذت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة 6 من مشاريع المسؤولية المجتمعية لصالح الفئات المستفيدة من خدمات الدائرة، وذلك لتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع. والحديث أكثر عن هذه المشاريع يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بحصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة. مساء الخير. يا مرحبا فيكم، مساء النور، يا هلا، حياك الله. إذن لو تطلعين أكثر على أهم المشاريع التي تم تنفيذها في اجتماعية الشارقة. نعم، بالنسبة لمشاريع المسؤولية المجتمعية يتم إطلاقها سنويا، طبعا في كل سنة تكون في خلة جديدة تتناسب مع الأوضاع، مع الأشياء اللي تكون موجودة. بالنسبة للمشاريع لهذه السنة هي نبدأ فيها بمشروع سند إن شاء الله. نعم. راح يكون في شهر يناير إلى حتى نهاية شهر يناير. طبعا أنا راح أعطيك نبدأ عن كل مشروع والفئة اللي تستهدفها هذه المشروع. مشروع سند هو خاص لدعم ذوي الدخل المنخفض والأسر المتعففة. كون دائرة الخدمات الاجتماعية تخدم هذه الفئة، فإحنا في إدارة التلاحم المجتمعي أنشأنا هذا المشروع لإسعافهم كذلك، أو لدعم هؤلاء الأسر المتعففة والذين هم يعني المسجلين لدى الدائرة. نعم. بالنسبة للمشروع الثاني هو مشروع نون، هو مختص للأطفال للتكفل بمصاريف التعليم والدراسة. كذلك توجد إدارة أو مركز متكامل، مركز حماية الطفل، معني بالطفل وشؤون الطفل ويستقبل بلاغات الأطفال. فإحنا في المقابل أنشأنا هذا المشروع لدعم هذه الفئة. نعم. إذن مشروع سند ومشروع نون وكلهم يصب في خدمة. كذلك نعم. هل هناك مشروع آخر؟ ايوه، في احنا كل المشاريع هي 6 مشاريع، احنا الحين اعطيتك 2. ايوه، فعندنا مشروع لكبار السن كذلك، وعندنا مشروع خاص بتحسين مساكن الاسر تحت عنوان بصمه، عندنا مشروع فرحه عيد للاطفال. فهي تنوعت المشاريع حسب الفئات التي تخدمها دائره الخدمات الاجتماعيه. اذا استاذه حصه، هي فئات متنوعه لابد ان تخدمها كل هذه المشاريع، ما الفئات المستهدفه منها؟ نعم، مثل ما ذكرنا هو لكل مشروع فئة محددة، مثل ما قلنا أنتم جنتنا هم لكبار السن، وكذلك مشروع نون للأطفال، ومشروع سند للأسر ذات الدخل المنخفض، كذلك فرحة عيد للأطفال. نعم. إذن ما الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها من خلال هذه البرامج الستة؟ الهدف الرئيسي هو تكافل المجتمع أو المنظومة المجتمعية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص. لابد من توحد أو توحيد هذه الجهود لإسعاد هؤلاء الفئات الموجودة عندنا بالمجتمع. نعم، بالفعل وجود مثل هذه المبادرات وهذه المشاريع هي مهمة جدا في دفع التكافل، وأفراد المجتمع بأن يتكافلوا مع أقرانهم في المجتمع. وكمثلا كمشروع نون هو مشروع مميز بطبيعته بأن يدعم الأسر المعوزة الخاصة أو الأطفال الذين بالفعل يحتاجون إلى تعليم معين توفير كل الخدمات الخاصة بهم. إذا أستاذة حصة، كيف تم التنسيق في وضع خطة خاصة بكل مشروع تقريبا؟
هي مشاريع ضخمة صراحة، لابد من تصميمها والتخطيط لها بشكل صحيح مرضي للطرفين، سواء الفئة المستفيدة من هذا الدعم وكذلك الفئة اللي راح أو الجهة الداعمة لنا. فحبينا أن احنا في هذه السنة نعقد اجتماع أو لقاء تحت عنوان لقاء المسؤولية المجتمعية، تم تنفيذه البارحة، فقدرنا احنا نجمع قطاع كبير من القطاع او جهات كثيرة من القطاع الخاص مع بعض، فكرنا او صارت في جلسة العصف الذهني وافكار لكل مشروع من نظرة القطاع الخاص. إذن لابد بأن هناك شركاء استراتيجيين دائما يدعمونكم في كل مشروع مقدم من اجتماعية الشارقة. نعم، هو الأساس لدينا في إدارة التلاحم المجتمعي، شركائنا هم القطاع الخاص والشركات وأيضا القطاع الحكومي أو حتى شبه الحكومي، الكل يعني متعاون معنا في إنجاح هذه المشاريع. إذن أستاذة حصة، كلمة أخيرة تودين إضافتها؟ نسعى أو نسعى لتحقيق منظومة العمل المتكاملة في تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والخاص بشكل دائم، ونرحب بجميع الداعمين لهذه الفئات، بالتحديد هي فئات تعرف الخدمات الاجتماعية. إذن الأستاذة حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، كل الشكر لك. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا، نتمسك بالتراث العريق وننتقل وننقل كذلك صورا من تاريخنا المجيد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ففي مدينة خرفكان، منبت الهوية وقيم الأصالة، نجد أول مؤسسة وطنية تعنى بتدريب الحرف التراثية وتقديم الدورات. نتعرف أكثر عن هذه المؤسسة فنتابع التقرير الآتي ولنعود. بين أروقة جدران تحمل التراث في طياتها، تعتز وتحتفظ بكل معاني التراث الأصيل لتنشر عبق هذا التاريخ في كل مكان. مركز حياكم قرب للتراثيات بمدينة خرفكان هو مركز إشعاع إن شاء الله في مجال الحرف التقليدية والعادات والتقاليد، تعليم الأبناء حرف الأجداد، وكذلك يكون هذا المركز أيضا بمثابة مساعد على تطوير بعض النهج الخاص بالقيم والمبادئ لدى الشباب. كذلك يعتبر مركز حياكم وقربوا بمجلسه العامر هو مكان للالتقاء بمختلف الأجيال، سواء كبار السن مع الشباب مع الصغار طلاب المدارس، وهذا يعطينا الدافع أن يستمر العطاء في هذا المركز نحو الأفضل والتطوير بإذن الله تعالى. يعتبر مركز حياكم وقربوا هي أول مؤسسة وطنية في المنطقة تعتني بالحرف التقليدية وبالعادات والتقاليد وبالعطاء في مجال التراث. الحقيقة الهدف اللي أنشأ منه هذا المركز يعني ضرورة أن يكون هناك رافد جديد لبعض الحرف التي نعتقد أنها في طريقها إلى الاندثار، مثل حرف خاصة بمهن البحر، وخاصة أن مدينة خرفكان مدينة ساحلية بها تعج بكثير من المهن البحرية، على سبيل المثال هوارب، صناعة الخوارب أو صناعة حتى بعض الأشغال اليدوية الخاصة بالطراقة أو الليخ، كذلك فلق المحار، كذلك حرف قديمة الحبال ومنتجات النخلة. فهذه الأمور ضرورة أن يتعلمها أبنائنا اليوم، حيث أنهم واجب علينا نحن الجيل السابق أن نعلم أجيال اليوم بهذه الحرف وهذه المهن التي عاشها الأجداد سابقا، ونحافظ عليها مثل ما قال والدنا الشيخ زايد رحمه الله مؤسس الدولة: من لا ماض له لا حاضر ولا مستقبل. شيء آخر في هذا المركز مجلسين مهمين جدا، أولهم البرزة، والبرزة هي مكان بروز الشيخ أو رئيس القبيلة، في هذا المكان يحل مشكلات المجتمع، يعطي النصائح، يقوم باستقبال كثير من الضيوف.
يعني ارتئينا أن نسميه البرزة حتى يساهم في جذب أكبر عدد فعلا زارونا من دول الخليج ومن دول العربية. الوفود اللي يزور مدينة خرفكان أيضا لهم دور. كذلك يقوم هذا المجلس بحل بعض المشكلات التي تواجه بعض أفراد المجتمع خاصة في مجال العادات والتقاليد. عندنا أيضا مجلس ثاني، مجلس السنة. هالمجلس أيضا بكل لغات العالم كتبنا فيه الترحيب بهذا بالضيوف اللي يزور المكان، ونعلم في الجاليات الأجنبية عادات وتقاليد الضيافة في مجتمع الإمارات، كذلك عادات صب القهوة، وأيضا نعلم أطفالنا في المدارس أيضا هذه العادات حتى تترسخ في الأجيال الموجودة اليوم إن شاء الله من الأبناء والأحفاد. يوجد أيضا في هذا المركز مجلس كبير لاستقبال كافة الضيوف. أيضا تحول الحوش اللي في هذا المركز إلى قاعة متعددة الأغراض، على سبيل المثال يعني الندوات الحوارية أو الأمسيات الشعرية وغيرها. كل من يرغب في أن يقيم الأمسية ما عليه إلا أن يتقدم بحجز القاعة بالتاريخ المعين الذي يريده، ونحن علينا استقبال، وهي القاعة مجانية ليس لها أي رسوم خاصة. المركز أيضا فيه كثير من الأسر المنتجة التي تبيع أغراضها ربما تراثية. أيضا لنا بعض الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة تعرض منتجاتهم في هذه الأركان حتى نسوق لهم ليتعرفوا على هذه الخدمات. أنا وهذا البيت أنشئ في الثلاثينات من القرن الماضي، وتم إعادة ترميمه بجهود قوية من صاحب السمو حفظه الله وحاكم إمارة الشارقة الذي أمر بترميم هذا السوق القديم. والحمد لله كان لي نصيب في هذا المكان يكون يعني مركز لإبراز وخدمة المجتمع. تعنى هذه المؤسسة بحفظ المفردات التراثية ونشرها وتكريس العادات والتقاليد والسنع الإماراتي في أجواء تراثية تعيدنا للماضي الجميل. في الحقيقة نسعد بهذه المبادرات المجتمعية ووجود مؤسسة وطنية مختصة بقيم الأصالة وتثبيت وزرع الهوية في كل من يريد أن يرى ويتعرف على موروث الآباء والأجداد. ونشكر الأستاذة فاطمة المغني على دعمها الدائم وبحثها الدائم في وجود كل هذه المبادرات الخاصة في المنطقة الشرقية وخارج هذه المنطقة. فجميل أن نرى أبناء المنطقة يعملون يجتهدون من أجل أن ترسخ ثقافة المجتمع، يرسخ الموروث الشعبي.